ما كانش اللي ما عندوش طبعا في لافامي اشخاص يعني كبار في السن او اشخاص مقعدين، اشخاص حالتهم وقدرتهم الحركيه محدوده، وهؤلاء طبعا هم الاكثر عرضه لحدوث هذه التقرحات وهذه المشكله اللي هي ليزيسكار. هذه المشاكل تصاحب تمدد على السرير، نعم يعني الشخص يكون مريض مقعد يعني ومقعد. اكيد طبعا اكيد تقرحات الفراش او ليزيسكا هي عباره عن تغيرات تحدث في الجلد في اماكن معينه، وهناك عاملين رئيسيين ياثروا اللي هو عمليه الضغط اللي على هذيك المنطقه يكون كبير، وبالتالي لا يسمح للدوره الدمويه ان تتم بشكل سليم، ويحدث نقص في الترويه بالاكسجين والمواد الغذائيه في هذيك المنطقه محددا. وعامل ثاني هو عامل الاحتكاك ما بين الجلد والملابس والفراش اللي يوجد عليه هذا الشخص، وعادة هذه المشكلة تصيب فئة معينة من الناس اللي هما الكبار في السن، فهم أكثر عرضة لهذه المشكلة بسبب عدم قدرتهم على تغيير وضعهم بشكل دوري. وعندنا طبعا الأشخاص اللي عندهم محدودية الحركة بسبب مشاكل في العمود الفقري، إصابات أو جلطات دماغية تؤثر على الجهاز العصبي، وهؤلاء الأشخاص أيضا هم معرضون. كما قلنا السمنة تأتي كعامل طبعا خطورة، وسوء التغذية أيضا يأتي كعامل خطورة ليزيد المشكل. أيضا نقص الإحساس أو مشاكل في الأعصاب وإصابات في الحبل الشوكي طبعا هذا يقلل ويزيد من المشكل تاع ليزيسكار او التقرحات الجلديه. وش هي الاعراض؟ الاصابات نعم. تكون بالاعراض تتم بألم ولا تكون بمراحل؟ نعم طبعا التقرحات في الفراشيه او تقرحات الفراش ليزيسكار تمر بمراحل، ففي الاول البدايه تكون في تغير في اللون والملمس في الجلد، يصبح هناك احمرار بسيط في الجلد مع تغير في الملمس، وطبعا هذه الحالة اللي هي تكون بداية لظهور التقرحات. لهذا ننصح طبعا جميع الناس اللي يلتهوا بأشخاص عندهم هذا النوع من المشاكل تاع محدودية الحركة وكبار في السن وما يقدروش يزغدوا في الفراش بسهولة أو أنه مقعدين على كرسي، ننصحهم أنهم دائما كل يوم يقوموا بتمرير يدهم على كل المناطق اللي راح نركزوا عليها اليوم، مناطق أي تغير في اللون أو في الملمس أو طبعا في لا تكستور تاع الجلد أو نوعية الجلد ببنية الجلد. طبعا المرحلة الأولى اللي هي تكون باحمرار فقط، وبعدها إذا لم نقم بالوقاية بالوسائل المناسبة اللي رح نذكروها نمر للمراحل الثانية والثالثة اللي هي تكون طبعا بحدوث تقرحات، ظهور تقرحات أولا تكون سطحية ومن ثم ممكن أن تكون عميقة قد تصل حتى إلى العضلات والعظام. وطبعا هذه التقرحات يجب علاجها، وهناك بروتوكول للعلاج سنحاول أن نتطرق إليه. وطبعا في حال لم يتم العلاج وأصبحت مزمنة ممكن أن تؤدي إلى تعفن في تلك المنطقة وحدوث التهابات ديزانفكسيون.